يا ترى كلكم تعرفوا العنكبوت ولا لا؟ لو في حد ما يعرفوش اهو اللي قدامنا ده عنكبوت. عدوا كده ليه كام رجل، بعد ما تعدوهم كويس هتلاقوهم 8 ارجل. اللي ملحقش يعد يعد هنا كويس اهو. خلاص تعالوا بقى نشوف الرجل الاولى فيها ايه. اهو فيها ولد بيشاور على نفسه وبيقول انا، يعني اي. اما الرجل التانية فيها ايد بتشاور على بنت، هي، يعني شي. وزي ما احنا شايفين الرجل التالتة فيها ايد بتشاور على ولد، هو، يعني هي. اما الرجل الرابعة فيها ات وايد بتشاور على وردة، وايد تانية بتشاور على فوكس، ثعلب، وكمان ايد بتشاور على كات، قطة، وايد كمان بتشاور على بين، قلم. اما الايد الاخيرة بتشاور على باسكت بول، يعني كرة سلة. القلم بنقول عليه هذا قلم ولا هذه قلم؟ ايوا هذا قلم، يعني هو. طب والقطة بنقول عليها هذه قطة ولا هذا قطة؟ هذه قطة، صح كده. وهذه يعني مؤنث، والمؤنث يعني هي. خلاص أكيد عرفنا إن إت معناها هو أو هي، تمام. طيب بنقول على الوردة إت، وبنقول على الثعلب فوكس إت، وكمان بنقول على القطة أو القلم أو الكورة إت. يعني دول بس اللي بنقول عليهم إت؟ لا طبعا، أي حاجة غير عاقلة بنقول عليها إت. طب يعني إيه غير عاقلة أصلا؟ يعني مش إنسان بيفكر زينا. أي حاجة غير الإنسان بنقول عليها إت. يعني دوج مثلا، كلب، بنقول عليه إت. تري، الشجرة، بنقول عليها إت. كار، سيارة، بنقول عليها إت، وهكذا. يبقى إت معناها هو أو هي لأي حاجة غير عاقلة مش بتفكر، يعني مش إنسان. أما الرجل الخامسة فيها إيد بتشاور على 2 أو أكتر، كأننا بنقول هم، يعني they، وذي يعني هؤلاء، زي ما احنا بنقول كده بالظبط هم. طيب هتفرق اذا كنا بنشاور على اولاد او بنات او الاتنين مع بعض؟ لا مش هتفرق، سواء كانوا كلهم بنات او كلهم ولاد او بنات وولاد نقدر نقول عليهم ذي، يعني هؤلاء. والرجل السادسة فيها اشخاص بيشاوروا على نفسهم من غير ما ايد تشاور عليهم، زي الرجل الأولى بالظبط. الرجل الأولى فيها واحد بس هو اللي بيشاور على نفسه، عشان كده قلنا آي. لكن 2 أو أكتر بيشاوروا على نفسيهم، يعني نحن، ونحن يعني وي. يبقى خلاص عرفنا إن آي أو وي مش محتاجين إيدين تشاور عليهم، عشان هما اللي بيتكلموا عن نفسيهم بنفسيهم. اي شخص واحد بس بيتكلم عن نفسه، وي شخصين او اكتر، ولدين او بنتين، او ولد وبنت، او 3 بنات وتلات ولاد، اي عدد، حتى لو مذكر مؤنث اي حاجة. المهم انهم 2 او اكتر بيتكلموا عن نفسهم. لكن شي وهي وات وذي حد هو اللي بيتكلم عنهم، يبقى عشان كده محتاجين ايد هي اللي بتشاور عليهم، بتقول مثلا هو او هي او هم او هي او هو لغير العاقل. اما الرجل السابعة والرجل الثامنة دول بيشتركوا في نفس الضمير يو. يو للمفرد فيها ايد بتشاور على واحد بس، سواء كان ولد او بنت مش هتفرق، يعني انت او انتي. ده لما بيكون للمفرد، يعني بنتكلم مع شخص واحد بس.
معنى كده ان الشخص اللي بنتكلم لازم يكون قدامنا، موجود قدامنا، وبنقول له انت، يو، او انتي، يو. اما الرجل الاخيرة فيها ايد بتشاور على اكتر من شخص، بنقول لهم انتم، يعني هما موجودين قدامنا، لازم يكونوا موجودين. يبقى انتم يعني يو. يبقى خلاص عرفنا ان يو ممكن تيجي انت او انتي للمفرد، او انتم للجمع. ولازم الشخص اللي احنا بنكلمه او الاشخاص اللي احنا بنكلمهم لازم يكونوا موجودين قدامنا، بنقول له يو يعني انت، يو انتي، يو انتم. يبقى نقول مع بعض اي، انا، شي، هي، هي، هو، it، هو او هي، they يعني هم، we نحن، you انتم، you انت او انت، you I she he it they we. ودول بقى اللي بنقول عليهم pronoun او الضمائر. اتمنى يكون الدرس سهل وبسيط. تدعمكم للقناة، قناة تانية ابتدائي، بالاشتراك فيها اكيد هيشجعني. مع خالص تحياتي.